المجموعة الطبيعي ان شاء الله النادي الاهلي هو بطل المجموعه او على راس المجموعه، ده ما فيش شك باذن الله. الظروف اللي بنتكلم عليها طبعا على المستوى الفني بتبقى ظروف صعبه، ان موسيماني كمان الله يكون في عونه حتى في المؤتمر الصحفي وعارف ان احنا خارجين من ضغط مباريات عالي جدا، وقال لك انا راجع على مباراه دوري ومباراه دوري افريقيا وفي مباراه كاس، فالامور ديت طبعا هو مدرب كبير، واحنا الحمد لله يعني عندنا عناصر مميزه. يعني لو اتكلمنا بشكل عام كده تشكيل النادي الاهلي، يعني انت مع الغيابات دي تقدر تقول لنا الملامح؟ عرفنا من الدكتور طارق الادور ان بيلعبوا 4-4-2، دي كثافه عدديه في نص الملعب. يا ترى موسيماني هيلعب باخر تشكيل مع اختلاف طبعا الناس المصابه، يعني هيلعب بثلاثه في نص الملعب ولا هيرجع لتاني ل4-2-3-1؟ رؤيتك انت الفنيه لتشكيل النادي الاهلي؟ لا يعني يمكن مع كل الغيابات اللي موجوده والضغط المباريات، لكن من وجهه نظري هيلعب هيرجع للطبيعي بتاعه 4-4-2-3-1. دي من وجهه نظري الخطه او دي الطريقه الانسب للنادي الاهلي. فرقه كبيره وعلى ملعبك وعندك الادوات من اللعيبه اللي تقدر تخليك تلعب بالطريقه دي وتساعدك بالزبط. بشكل كويس قوي، خصوصا الكابتن الثلاثه اللي في نص الملعب من وجهه نظري طبعا بيعتمد على بعض بشكل كبير قوي، فيعني الافضل انه يلعب باثنين بالطبيعي بتاعه 4-4-2-3-1. بتديك كمان يا كابتن اريحيه كتير قوي للناس الثلاثه اللي قدام انهم بيشتغلوا بشكل، وخاصه قفشه بالظبط، قفشه على عرضيته بالظبط، بياخدوا الحريه انه يتحرك هو من اللعيبه اللي عايز دي يا كابتن. يعني هو صعب من اللعيبه اللي صعبه وتقول له هاف رايت او هاف ليفت، لا بالعكس هو عايز يتحرك يساعدك في المكان الفاضي اللي فيه الكوره، يقدر يعمل لك ينقل لك الهجمه من نص الملعب للخط الامامي بشكل كويس، بيعملها بشكل كويس قوي. من اللعيبه اللي عندها الملكه يا كابتن يمسك الكوره في اي مكان تحت ضغط، فده من اللعيبه دي اللي عايز يبقى في مساحه ويلعب براحته، فيبقى صعب جدا تلعب ثلاثه في نص الملعب. مع غياب ايمن طبعا هيبقى برده وعلي معلول، محمود وحيد واللعيبه كويسه قوي قوي، اللي انا واثق انه مجرد ما بياخد الفرصه وتجيله اي وقت مع الغياب الطويل بيأدي بشكل كويس قوي. اتمنى له التوفيق بكره ان شاء الله. اثنين في نص، يعني انا اتكلم على اربعه مثلا ورا بنسبه كبيره، يبقى تقريبا ان شاء الله محمد الشناوي، محمد هاني، بدر، ياسر، ان شاء الله محمود وحيد باذن الله. ثلاثه في نص الملعب اثنين بقى، ما انا الثلاثه اللي في نص الملعب الموجودين اللي بيلعبوا او الاربعه الثلاثه اللي لعبوا الماتش الثلاث اكرم وحمدي هنتكلم ومعاهم ديانج، يعني اتمنى انه يريح واحد فيهم لان هم الاربعه ما فيهمش اختلاف، يعني الاربعه ما فيش فرق كبير بفضل الله ان الاربعه بيأدوا بشكل كويس قوي. اتمنى يلعب اريح اثنين فيهم او اجهز اثنين، هو اجهز اثنين يبقى ما لعبش كتير، يبقى ما انا بقصد كده يعني ديانج وممكن اكرم او معاه حمدي او السري، يعني اقصد على الاقل يبقى واحد يا كابتن ما لعبوش كتير عشان بالزبط. يقدر يساعد الراجل اللي مضغوط. يمكن احنا كمان شفنا عمرو السري في اخر الماتش كان عنده شد واحده كده في اخر الماتش، فدي برده ما اعرفش الحاله ايه بالنسبه له. فالاربعه في نص الملعب يلعب منهم اثنين ما عندناش مشكله باذن الله، يعني ديانج واحد من الثلاثه يا فتحي يعني. يا السوليه يا بالظبط ان شاء الله يعني، وممكن الاقرب يكون حمدي يعني. اوكي وقفشه بنسبه كبيره طبعا لانه من اللعيبه المهمه جدا جدا، مع الكلام اللي ملوش لازمه من وجهه نظري بيتقال، لا بالعكس لعيب مهم ومحدش يقدر يتكلم عنه طبعا طبعا يعني، لا بالعكس يا كابتن هو لعيب مهم طبعًا. بس ظروف المباراه دي اللي ما ساعدتش انه يظهر بالشكل الطبيعي، العكس ادى فوات بشكل كبير يعني بايرن مباراه ما بتقيمش مباراه لا يعني حتى لو هنتكلم عن مباراه من اكتر الناس اللي كان بيمسك كوره بيروح في بدايه الشوط الثاني هو اللي طلعك بالظبط يعني. كده هنتكلم على قفشه في نص الملعب مع الاثنين. عندك بقى انا من وجهه نظري ان شاء الله في الحته اللي ما فيش مشكله عندك كهربا ومحمد شريف وبواليا يعني كل اي حد في دول ان شاء الله مش عندك مشكله فيهم باذن الله. باذن الله قول لي برضه لحقت تقول الثلاثه تحرجنا كابتن، عايز اعرف ثلاثه، لا عايز اعرف وجهه نظرك. قفشه على اليمين، قول لي على اليمين. على اليمين هيبقى كهربا، كهربا على الشمال لو انا هيبقى كهربا محمد شريف وبواليا، يبقى كهربا على الشمال بقى على ومحمد يعني ده وده يعني طرفين كهربا ومحمد شريف وواليا راس حرب. اتفق معاك بجد؟ اه ماشي.